السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في درس تعليمي وتحليلي جديد. واليوم هنتكلم عن سهم صناعة الورق واللي شهد تداولات هابطة بشكل كبير جدا خلال اليوم، وصلت من مستويات ال 50 71 حتى مستوى 49.5. ده عامة على أو في آخر ساعة تداول، لكن بشكل عام الجلسة كانت تعتبر هابطة بالنسبة لسهم صناعة الورق. طيب الهبوط اللي حصل ده خلانا نقرب بصورة كبيرة على الفاصل الزمني للساعة لمستويات ال 48 74 حتى مستويات ال 49 36، واللي تعتبر مستويات الطلب الفرعية بالنسبة للسهم. احنا كان عندنا هنا نموذج رالي بيز رالي، وده احدى نماذج العرض والطلب المعروفة، فبالتالي كان عندنا هنا من الاسفل هنا مستويات الطلب الرئيسية بين ال 43 حتى مستويات ال 44، بعد كده اتكونت المنطقة التانية اللي هو بنسميه البيز حول مستويات ال 48 لمستويات ال 49.50 تقريبا. دايما لما بنبتدي نرجع لمناطق البيز الرئيسية بالنسبة لموجة العرض والطلب في نموذج الرالي بيز رالي، بتكون فرصة جيدة ان احنا نعاود مرة اخرى الاتجاه الصاعد، وده اللي بتوقعه على سهم صناعة الورق بشكل عام. السهم ابتدى يكون لنا قمم وقاعات اعلى من بعض مع الوقت خلال الفترة الاخيرة. اي نعم احنا هنا كسرنا الرينج العرضي ده اللي موجود هنا ده، لكن ما زال عندنا منطقة قوية جدا ما ينفعش نتجاهلها، وهي مستويات ال 48 زي ما قلنا، او ال 48 50 حتى مستويات ال 49 35. وبالتالي اعتقد ان مع بداية تداولات جلسة الغد هنشوف هبوط لمستويات الطلب، وبعد كده هتكون فرصة جيدة للصعود مرة تانية لاستهداف مستويات ال 53.93. طيب لو تم كسر او السيناريو ده ينتهي بكسر مستويات ال 48.50، وقتها اتوقع عملية هبوط قوية جدا على سهم صناعة الورق. لكن خلونا ما نسبقش الأحداث ونتكلم ونشتغل على منطقة الطلب اللي موجودة أمامنا بأقل ريسك ممكن ما يزيدش عن 2% من رأس المال بشكل عام كإيقاف خسارة. وزي ما قلنا عندنا الهدف اللي هو 53.93، فيعتبر هدف كريسك ريشيو أكبر من وقف الخسارة أو أضعاف وقف الخسارة، فمن ناحية إدارة المخاطر تعتبر صفقة جيدة جدا. فده تحليلنا لسهم صناعة الورق والفرصة الموجودة عليه في الوقت الحالي. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. كان مع حضراتكم أحمد أسامة من ماركت لاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.